رجعنا لحضراتكم من جديد، والنهاردة هنتكلم عن مؤسسة أبار الخير، أبار الخيرية. والحقيقة الفترة اللي فاتت المؤسسة ليها أنشطة خيرية كتير في مجالات مختلفة، زي حفر الأبار الجوفية وتوفير كمان وصلات المياه للمناطق المحرومة، وعمل أسقف للمنازل. طبعا احنا في أشد الحاجة للأسقف دي علشان الأيام دي مطر وبرد، وتوزيع بطاطين للمحتاجين، وغيرها وغيرها من الجهود الكتير لمؤسسة أبار. تفاصيل أكتر لنشاطات الجمعية، وعايزين نتكلم في البداية عن الرحمة والتراحم ما بين يعني الخلق. معانا النهاردة الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف. شيخ حازم، برحب بحضرتك معانا. ربنا يخليك. يعني ناس بتفتكر ان عشان بنتكلم عن الرحمة فدي حاجة كده طبيعية موجودة عند كل الناس. لا، الرحمة دي يعني في الزمن اللي احنا عايشين فيه محتاجين نعمل ستريس قوي او نتك عليها قوي انها تكون فعلا موجودة، لان احنا في اشد الحاجة ليها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة لله العالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين سر الأسرار ونور الأنوار، وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله مولاي، صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بداية برحب بحضرتك جدا. أهلا بحضرتك. وأنا سعيد بحضرتك بهذا اللقاء الطيب المبارك، وأعتقد المشاهد الكريم سعيد بهذا اللقاء الطيب المبارك كمان. وخلينا نقول في البداية، الرحمة مش لكل الناس، ده صحيح. الرحمة ديت يعني خلق إسلامي عظيم من الأخلاق السامية الغالية العالية التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن يؤسس الإنسان نفسه على هذا الخلق، وأن يؤسس أسرته عائلته حتى يعم الخير في ربوع الدنيا كلها بهذا الخلق العظيم، خلق الرحمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما أرسل حبيبنا أرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فقال في حقه إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم رحمة لمن عايشه فقط، أو لمن جاء في عصره فقط، لا، بل لمن عايشه ولمن جاء في عصره وللإنس وللجن، لجميع المخلوقات. شهد له ربه بذلك، والله يعلم إنك لرسوله، فالله قد جمع مجموعة من الصفات ليخرج منها خير البريات. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، ولذلك هو صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك قال: يا أيها الناس، نداء لجميع الناس، إنما صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة. هل إحنا بنطبق الخلق ده من أخلاق سيدنا النبي؟ عاوزين نشوف. هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتفخر بنا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويقول: هؤلاء أمتي الذي ظل يبكي ذات يوم وإذ بجبريل الأمين يأتيه فيقول: ما يبكيك يا محمد؟ قال: أمتي أمتي. قال الله له: إنا سنرضيك في أمتك ولن نغزيك أبدا. وهو صلى الله عليه وسلم لما تنزل عليه قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال: لن أرضى واحد من أمتي في النار. هل الكلام اللي احنا بنعمله يرضي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت بتزعم ان انا بحبه وانا بحبه، طيب هل الحب ده أقوال ولا أفعال؟ أفعال، لازم، لابد يكون أفعال. إنما منهج سيدنا النبي بعيد عن الأقوال، إنما بيحب الفعل، التطبيق العملي. ولذلك القائل حينما قال: أكاد أنثم تربا تحت أرجل من مروا بطيبة من شوقي ومن نهني، أكاد حتى حديث الحب أنكره ما لم يكن فيه ذكر المصطفى العلمي. يا سيدي، هل أحب الناس سيدهم كما أحبك؟ لا والحق من أفهمي، أقسمت بالله ما بالقلب غيركم، الحب يا سيدي يجري هنا بدمي، محمد أنت نور النور في غسق، وأنت يا سيدي بدئي ومقتدمي. حينما قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يدخل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما وصلى الله عليهما وعلى جدهما، كما أخرج الإمام البخاري ذلك. والأقرع بن حابس التميمي يجلس عند سيدنا رسول الله، فإذ بسيدنا رسول الله يقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فيقول الأقرع: يا رسول الله، إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فيقول الحبيب معلما إياه: ولكل أصحاب القلوب القاسية التي لا رحمة فيها،
ماذا أفعل مع رجل قد نزع الله الرحمة من قلبي؟ من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة مش للبني أدمين بس، ده للحيوان بس. طيب أجيب من كلام سيادتك سيدنا النبي، أخرج الإمام البخاري وذلك أن سيدنا صلى الله عليه وسلم دخل بستانا لواحد من الأنصار، فإذ بالجمل قد رأى رسول الله فذهب إليه مسرعا. ما الذي، القضية هنا بقى، ما الذي جعل الجمل حينما أرى الحبيب صلى الله عليه وسلم يذهب مسرعا ويشق حتى أن يصل إلى سيدنا رسول الله؟ يعلم أن سيدنا النبي هو الرحمة، هو اللي هيطبطب عليه، هو اللي هيجيب له حقه، ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فدار بينه وبين الجمل حوار. اسمحوا لي ان انقل هذا الحوار. طبعا. الحوار كان ايه؟ ان الجمل اشتكى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحب هذا الجمل صاحبه يتعبه ويدئبه، بيحمله فوق طاقته وما بياكلوش. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من صاحب هذا الجمل؟ من رب هذا الجمل؟ قال انا يا رسول الله. قال ان الجمل قد اشتكى منك انك تتعبه وتدئبه. راح لمين؟ هي للعبرة، لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه العلامة البيهقي في الدلائل وابن كثير في بدايته من رواية سيدنا زيد بن أرقم، وإن كان في الحديث ما قال، ولكن الشاهد منه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا في سفر مع رسول الله فمررنا بخيمة لأعربي يربط بها ظبية، فلما رأت الظبية رسول الله قالت: يا رسول الله، أنطقها الله الذي ينطق كل شيء ولا عجب في ذلك من شيء. يا رسول الله، اصطادني الأعرابي وربطني هنا ولي صغار يموتون من الجوع، فاشفع لي يا رسول الله لأذهب فأرضع صغاري ثم أعود. قال لها الحبيب مدللا: يا ظبي، أين فككتك من قيودك تعودين؟ قالت: أعود والذي بعثك بالحق. ففك قيدها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد أمام الخيمة ينتظر، فذهبت الظبية فأرضعت صغارها ثم عادت مكان القيد. ما الذي حملها؟ الوعد لسيدنا رسول الله: إن فككتك تعودين؟ ثم عادت مكان القيد. فلما رأى الأعرابي ذلك تبسم، قال له الحبيب: يا أعرابي، بع لي هذه الظبية. قال: هي لك هدية يا رسول الله. فأمسكها رسول الله وأطلقها رسول الله، فأخذت تهرول في البرية وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الرحمة المهداة جاء مبشرة. سبحان الله. طبعا الكلام رائع، مش عايزين ننهي ولا حاجة، هنروح بس تقرير وهنرجع تاني نكمل مع الشيخ حازم جلال، وهو طبعا من علماء الأزهر الشريف. الكلام عن الرحمة ممتع، بس المهم ان احنا نطبقه. شوف التقرير ونرجع تاني. غير لما احنا النهاردة مع مؤسسة ابار جينا لمحافظة مرسى مطروح. المكان ده اسمه النجيلة، مكان النجيلة بيبعد عن محافظة مرسى مطروح ما يزيد عن 75 كيلومتر. مؤسسة ابار جت معانا النهاردة لحد هنا عشان نعمل البير ده، وده بير تحت الانشاء. البير بيشيل ما يزيد عن 50 طن مية. المية دي بيستنفع بيها رجالة ونساء واطفال، كل الناس بتستنفع بالمية في المكان ده. ونشكر للناس اللي عملوا لنا البير، وجزاهم الله خير، وجاتنا مية حلوة وتمام، ما كانش عندنا مية خالص، وده الوقت عمل لنا البير والحرميات شغالة شغالة حنفية. جزاكم الله خير، وهذا هي، احنا كنا عطشانين الصراحة وجاتنا المية وتمام وفرحنا والعيال فرحوا، وان شاء الله في مزانها حسناتكم. احنا عايزين نساعد ونتكاتف ونحط ايدينا في ايد بعض عشان نوصل للناس دي ونوصل لهم المية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب للحياة بعد الهواء، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
ليست المؤسسة فقط مقتصر عملها على إقامة الآبار، جئنا في حملة الأسقف وتوزيع البطاطين على الناس. شكرا لمؤسسة الآبار على هذه المساعدة التي ساعدونا عليها وعلى هذه البطاطين الذي يدوه لنا، إن شاء الله ربنا يجزيهم خير. اللي بينفع غيره وبيساعد غيره وبيقضي حوائج غيره وبيجبر خاطر غيره، لذلك كن كالغيث أينما حل نفع. أنا أشوف بعينك، وإحنا جينا لحد هنا عشان نشوف مع الناس ويكون في مصداقية في البلاغ بتاعي لحد ما يوصل لك من خلال القنوات الفضائية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. شارك معنا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة. آبار خير يبقى. بنرجع من جديد نتكلم عن الرحمة، ولسه معانا الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف. تفضل فضيلة الشيخ. الرحمة زي ما ربنا علمنا في القرآن الكريم، ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء. ربنا رحيم بالمؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ربنا كفى بهذه الصفة أنه هو الرحمن الرحيم. قال ربنا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والرحمة أعطاها الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قد أعطى صفتين من صفاته لسيدنا رسول الله، فقال ربنا لقد جاءكم، وندقق النظر، لم يكن ربنا لقد أرسلنا لقد بعثنا، إنما لقد جاءكم. فهو صلى الله عليه وسلم نبي، ولذلك لما سئل فيما أخرجه الإمام البخاري متى كنت نبيا يا رسول الله، قال كنت نبيا وآدم منجدل في الطين. فربنا قد جاء به صلى الله عليه وسلم، فمنذ بداية خلق السماوات والأرض ربنا أوجد الحبيب وأوجده رحمة. قال بالك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، لا بالرحمة مشيش مع القرآن كده، عزيز. الرسول ده صفته إنه عزيز. طب عزيز عليه إيه؟ عزيز عليه ما عنتم، مش كده وبس، حريص عليكم، مش كده وبس، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى هو عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أنه يستغفر لنا صلى الله عليه وسلم، وأين نحن مما أخرجه العلامة الدارقطني من صحة أسانيد زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفار سيدنا، ألم يقل هو صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في حديث شريف جميل يبين لنا، تعرض علي أعمالكم فإن رأيتها خيرا حمدت الله لكم، وإن رأيتها غير ذلك استغفرت لكم، وفي رواية دعوت الله لكم، استغفرت لكم، وهو نص قول الحق سبحانه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هل يغفر الله لهم؟ واستغفر لهم الرسول. وهنا أحمل بشارة أن أي إنسان مهما قدم ومهما فعل فهو محسوب عليه ومنسوب إليه، وهل يرد استغفار سيدنا لنا؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. شفت البشارة؟ لا بس في حاجة، إن مش كل، يعني في ناس بتخرج من الحماية دي بأفعال وبتصرفات، لأن كل واحد مسؤول في النهاية عن تصرفاته، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يعني حماية لينا في الآخر، لا خلاف على ذلك، بس ما نخرجش عن إيه؟ عن نهجه وسنته. هو ده هو ده اللي بكلم فيه، صحيح، إن الإنسان يكون على منهجه صلى الله عليه وسلم، على طريقه. طب هنجيب بتوع الجماعات المتطرفة والإرهابية نحطهم مع دول؟ لا لا لا، شفت الكلام؟ شيخ حازم هنخرج هنشوف التقرير، ولسه هنكمل مع حضراتكم ونشوف التقرير ونرجع تاني. الحلاوة دي بس والصلاة على النبي.
بنشكر مؤسسة أبار اللي بتساهم في إدخال وصلات المية على الأسر المحتاجة، وإحنا هنا في القرية فعلا محتاجين حالة واثنين وثلاثة وعشرة، محتاجين فعلا توصيل مية يعني عشان نساعدهم وندخل البهجة ووصلوا عليهم. أنا بشكر مؤسسة أبار أنا وجيراني إن هم حيوصلوا لنا المية، بارك الله فيهم يعني وربنا يرزقهم إن شاء الله. أقول لهم جزاكم الله كل خير وربنا يكرمكم ويخليكم ويا رب كلها الناس تدخل ما عندهوش مية يدخل مية يا رب. لا والله هند يوم عيد والله والمية دخلت عندنا ونصلي ونتوضى ونملمناش من الجيران ولا نروح هنا ولا هنا والله تمام وربنا يبارك فيكم والله. تعالى وساهم معانا مع اهل المؤسسه مؤسسه ابار. لو انت مش هتقدر تساهم باقل يعني لو معكش ثمن وصله الميه اللي هي 3000 جنيه انت تقدر تساهم ولو بجنيه واحد باقل القليل تقدر تساهم، هو لك فضل عند ربنا سبحانه وتعالى. طب انا ما معيش فلوس، ايه اللي انا اقدر اعمله؟ اقدر ان انا ادل الناس على هذه المؤسسه. سيدنا النبي قال الدال على الخير كفاعله، كلنا وانا اول الناس كلنا بلا استثناء عايزين لنا حسن عند ربنا سبحانه وتعالى. خليك معانا، ساهم، اتصل بالمؤسسة، شارك باللي تقدر عليه من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة. الكلام عن الرحمة كتير وياخد حلقات وحلقات، ومعانا الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف، هتختم لنا بجملة فضيلة الشيخ، هنقول إيه عن الرحمة؟ الرحمة لابد أن تكون منهجا عملي، عملا بقول الحق سبحانه وتعالى سبحانه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمة لابد تكون في كل إنسان، الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، كريم رسول الله والله أكرمه. فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم. عليه أفضل الصلاة والسلام. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ويعني بشكر مع حضراتكم الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف. وفاصل ونرجع تاني، خليكم معنا.